ساتر يا ساتر. ايه في ايه؟ جانيت. جانيت مين؟ بنت وليم شحاتة. اه صحيح، جانيت بنت وليم شحاتة. اه امورة خالص. نعم، ده المني ارحم. طب تعالى تعالى ما تخافش، يلا امورة جانيت. طب انت هربان من الناس عايزين يقتلوك، انا مالي؟ بس جانيت اموره. اهلا اهلا اهلا، شرفتم ونورتم. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. اهلا يا استاذ حسن. وحشني يا تريز. اهلا يا ست زينات. ازيك يا عماد؟ شيل الشنط بسرعه لعمك الحاج. اتفضلوا اتفضلوا، منور يا حاج. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا. اهلا 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 وسهلا، اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا، مرحبا. مين دول يا هاني؟ دول سكان بودات في العمارة. وعم ويليام بقول له يا حاج. يا حاج اوعى تغلط يا ويليام، تقع بلسانك تودينا في داهية، واوعى حد من العمارة يعرف حاجة، أرجوك. ما تخافش ما تخافش يا أخ بولس. اتفضل يا كركسة، اتفضل، تعالى تعالى. اتفضل يا حاج، اتفضل يا حاج، اتفضل. اهلا وسهلا. الاخ جارنا الجديد الحاج حسن العطار. مين؟ حسن العطار. فرصه سعيده يا استاذ حسن. انا مرقص عبد الشهيد، لو عوزت اي حاجه انا تحت امرك. ربنا يحافظ عليك يا استاذ مرقص. نورت العماره يا استاذ حسن. منوره باهلها يا استاذ مرقص. طب اتفضل. اتفضل اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. اتفضل حضرتك. ما يصحش. يلا يا حاج حسن. بس ما تصحش نسيبه الراجل. انتوا هتقعدوا تتعزموا على بعض ولا ايه؟ رد بابك يا مرقص. اتفضل اتفضل يا حاج. اتفضل اتفضل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. اتفضل. اتفضل يا بوليس يا اخويا، اتفضل. دي شقتك ومطرحك. شايف؟ شايف الشقه نظيفه وزي الفل ازاي؟ جانيت بتكنسها وتمسحها كل اسبوع، ما دي شقتها اللي هتتجوز فيها. ربنا يتمم لها بخير يا تريزا. يلا يا جرجس، دخل شنطتك في اوضتك وحط هدومك جوه الدولاب. يلا يا حبيبي. صدقني يا جرجس، بابي الفرحه ما كانتش سايعاه لما عرف انكم هتسكنوا معانا هنا. ابوكي ده شكله هيضيعنا. على فكره يا جرجس، الدقن شكلها حلو قوي خالص عليك. اه ما انا اقوم احلقها. سمعت ثريت تامر حسني الجديد؟ هسمع ثريت تامر حسني الجديد في المصايب اللي احنا فيها دي؟ انت هبله ولا في ايه؟ مالك يا جرجس؟ شكلك متضايق. متضايق؟ الله، واحد ابوه مهدد بالقتل وهربانين وسايبين بيتنا ومتشحططين، عاوزاني اعمل ايه؟ اتحزم وارقص؟ اطلعي بره. انما مرقص عبد الشهيد اللي ساكن قصادي ده بيشتغل ايه يا ويليام؟ انا معرفش، بس هو طلب مني ياجر المحل اللي تحت، عاوز يعمل فيه شغل. ده كان في امريكا بقاله 20 سنه ولسه جاي، ما بقالوش شهرين في البيت. بقى انا راجل طيب ومتدين يا استاذ بولس. ده من ساعه ما سكن هنا لا شفناه دخل كنيسه، لا هو ولا مراته ولا بنته. يمكن مش عارف يا ويليام. كلم الكنيسه يفتقدوه، يجوا يفهموه، يعلموه يعمل ايه بالظبط. مسيحيين كتير جواهم الدين بس مش عارفين الطريق. ده كرم من عند ربنا يا زينب ان الشيخ حسن العطار سكن قدامنا. انا اسمع عنه من زمان، راجل تقي جدا ومبروك، قلبه عامر بنور الايمان، ده قطب من اقطاب الاسلام. يا زينب ده اكبر داعيه ديني في الصعيد. انما ويليام صاحب البيت ده ما بيسكنش غير مسيحيين يا محمود، ازاي يسكن الشيخ حسن العطار عنده؟ يا اخوانا يا اخوانا، الراجل ده عمل فيها معروف من 15 سنه ووقع بيته وجي يستجد بيا هو ومراته وابنه، اسيبه نام في الشارع؟ لا انا مش قليل الاصل. ما انا سبق وطلبت منك الشقه دي يا وليد وما رضيتش تديهاني، تقوم تديها لحسن العطار، تستخسرها في المسيحي اللي زيك وتديها لواحد مسلم. دي شقه جانيت يا جورج، وهو مش هيقعد فيها على طول، دي كلها كام شهر وربنا يفرجها عليه ويمشي. انا فين يا هاني؟ مريم سعيدة يا مريم. ازيك يا هاني؟ وازاي انكل جورج؟ احنا كويسين. انا كنت عايز في ايه يا هاني؟ ممكن تاخدي دي مني؟
ايه ده؟ اصل انا شفتك مش لابسه صليب قلت اجيبهولك يعني. لا يا هاني، اصل انا ده هديه مني، مش هاخد منك ثمنه. اصل انا ما اتعودتش اقبل هدايا من حد. هتكسفيني. انا اسفه يا هاني. مساء الخير. مساء بابا. هي الشقة اللي وصلنا سكرت؟ ايوه، الشيخ حسن العطار. ايه؟ حسن العطار؟ طب تيجي ازاي دي يا بابا؟ دول اكيد بقى جايين كوسة. سيب امك تعرف تقرا في المصحف. يلا ادخلوا جوه، ادخل. مساء الخير يا استاذ مرقص. مساء الخير. انا ابونا بطرس حنا، كاهن كنيسة نرجركس، والاباء الكهنه من الكنيسه. اهلا وسهلا. احنا جايين نقعد مع حضرتك شويه. اتفضل اتفضل. نورتوا الشقه، نورتوا الشقه. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. الحقيقه الاستاذ ويليام قال ان حضرتك كنت في امريكا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. عشان كده قلنا نيجي نفتقد حضرتك ونتعرف عليك ونصلي لك، وبمشيئة رب المجد تطلع معانا رحلة الكنيسة عاملاها. هنزور دير العذراء البرموس، ناخد بركة الانبا موسى الاسود، ونعدي على العذراء السوريان وماري جرجس الخطبة، ويريد كمان تصلي معانا البصخة. اصلا انا لسه راجع في السفر يا ابونا، و يعني قصدي ما لحقتش ارتب اموري لسه. انت اخر مره تناولت فيها امتى؟ انا الحقيقه ما تناولتش. ازاي ما بتتناولش؟ تناولت ايه بالظبط يعني؟ انا على على على, على لحم بطني من الصبح. طيب اخر مره اعترفت فيها كان امتى؟ اعترف ايه؟ انا راجل اللي في قلبي على لساني على طول. واضح يا استاذ مرقص انك كنت عايش في امريكا حياه دنيويه، ما كنتش بهتم بدينك ولا بربك. ايوه ايوه ايوه، اصل المشاغل بره بتلهي الواحد. عشان كده احنا جايين نعمل لك صلاه تبريك، نبارك لك بيتك وزوجتك واولادك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. معلش يا استاذ حسن، احنا جينا لك من غير لا احم ولا دستور. لا احم ودستور ليه؟ اتفضلوا. تفضل تفضل. احنا ولاد حي واحد والجيران، والنبي عليه الصلاة والسلام وصى على سبع جار. متشاكر خالص، خصوصا في الظرف اللي انت فيه ده. ظرف ايه يعني؟ انت راجل مسلم ساكن في عمارة كلها مسيحيين، مش عايزينك تشعر انك لوحدك. احنا كلنا معاك، اهلك وناسك. بس انا ما اشتكتش من حاجة، ويليام شحادة ده راجل طيب ومعرفة قديمة. ما قلناش حاجة، بس عشان تحل بركة المسلمين عندك هنا في البيت لازم نقرا لك بعض الأوراد والأدعية اللي تحميك من شر الدنيا والآخرة ومن شر أعداء الإسلام. أستأذن أنا دلوقتي عشان سايب المحل لوحده، والبركة في المشايخ. السلام عليكم.
امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس وكل أمحاتنا بكل سلام مع خوفك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الأولين. آمين. لأنك أنت الذي أعطتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو. وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم. آمين. ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم إننا نسألك خير المسألة وخير الدعاء يا الله يا الله، خير الحياة وخير الممات، وثبتنا وثق الموازيننا يا الله يا الله. ساجيوس ساناتوس ايبارسينو جناتي ليسو جماس ساجيوس ساجيوس شيرو. أبانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن. ازيك يا حاجة؟ أهلا أهلا أستاذ موريوس، اتفضل اتفضل. أنا كنت عايز الشيخ حسن في كلمتين لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. حرمنا يا شيخ حسن. اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا استاذ مورس. اهلا وسهلا. تفضل 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 استاذ مورس، تفضل. خطوه عزيزه. يا شيخ حسن، انا من اول مره شفتك فيها وانا عارف انت مين وجاي هنا ليه. ما تخافش، سرك كبير. انا عملت كده مضطر يا مورس اخويا. أنا حاسس باللي أنت فيه. الدنيا مقلوبة عليك، والأمن هو اللي خليك تسيب لهم البلد. صح ولا مش صح؟ صح يا مرز. صح. أنت مسيحي طيب يا مرز. شاي يا أبو عماد. الله. هو أنت مش صايم يا شيخ حسن؟ النهارده نص شعبان. اه نص شعبان. اه طبعا صايم. امال ايه؟ الشاي ده عشانك يا مرس. كوبايتين؟ اه ما احنا عندنا كده، الضيف اللي يجي بنجيب له كوبايتين، واحده زياده وواحده ساده. اتفضل اشرب. لا لا، اصل لا. الشاي بيرفع لي الضغط. معلش بلاش الشاي، عصير يا ام عماد. لا لا لا، العصير بيرفع لي السكر. شويه ميه يا ام عماد. لا لا، اصل معدتي وجعاني.
خليها لبعد المغرب، حب اجي افطر معاها. السلام عليكم. مع السلامه. نصيحي طيب مروس، شوف لك حل في ابنك ده. جرجس ماله؟ كل يوم ينام لحد العصر ومستقبله هيضيع. امسك كلم اللي هو مختار يتصرف، ينقله جامعه القاهره بدل ما سنه تضيع عليه. بلا تي ان تي شديدة الانفجار. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا فوزي؟ تليفون عشانك يا باشا. في واحد بيقول ان هو عايز سيادتك في مساله خطيره جدا. خطيره ايه بس بدوعته؟ اسمه حسن عطار. حسن عطار مين؟ ايوه حسن باشا. قول له عايزين ننقل الواد جرجس، الواد جرجس ابني اللي هو عماد، عايزين ننقله لجامعه القاهره. ادوهولي بس اكلمه عمل معروف. ايوه حاضر. مصر اكلمك يا باشا. ايوه قول له الواد هيروح الجامعه ازاي؟ احنا خلاص جينا مصر، سيبنا المانيا. ايوه ايوه لازم يشوف لنا حل. حاضر، خليه يوم الحد يروح يقابل عميد الكليه، هيلاقي ورقه هناك. يعني هو دلوقتي يروح لعميد الكليه يقول له ان هو عماد ولا جرجس؟ ما اصلها تفرق. لو الامتحانات دخلت علينا وجرجس ما دخلش الامتحان مصير، وعماد دخل الامتحان ونجح، يبقى ما عملناش حاجة. ما انا عارف ان عماد هو جرجس وجرجس هو عماد. خليك معايا بقى، انت بتتكلم منين؟ يا سيدي خليه يحضر المحاضرات بأي صفة، وانا حرمتك كل حاجة. معلش انا بتقل عليك ولعلمك انا ما برضاش اكلمك عشان عارف مشغولياتك. خلاص يا اخوي تفهمني، بقول لك خلاص. انما انا قلت بقى السعادة تبقى رايق وفاضي، فقلت اكلمك عشان ترسيني اعمل ايه بالظبط. ادولي اكلمه. خد المدام عايز اكلمك. ايوه ايوه حاضر، والله العظيم تقلقي اطمني خالص. اهو الشمنول صحى يا سيدي، مقضيها نوم. خد اشكر عمك اللي هو مختار. خلاص خلاص يا اخو مورس افهمني، بقول لك خلاص، والله العظيم هعمل لك اللي انت عايزه. اه جرجس. مين معاه؟ مين ده؟ طمن يا حبيبي يا عم، اطمن بقى كله هيمشي زي الفل. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار، يا مختار باشا. مبروك يا باشا، الحمد لله القنبلة فجرت بنجاح وكليتنا زي الفل، مفيش بس غير الخبير اللي مش لاقيين دماغه. مريم، انت مريم بنت الاستاذ مرقص مش كده؟ وانت عماد صح؟ صح. تعالي اقعدي. تعالي. لا لا خليك مستريح. لا لا اتفضلي اتفضلي. انت اداب انجليزي مش كده؟ اه بس عرفت منين؟ بابا قال لي. وانت صيدله صح؟ اصل بابا قال لي انا كمان. لو بقيت اليومين دول ما تبلش بقوم فوله. امسك يا عم، صورت لك كل الورق اللي فات. الف شكر يا ابو حميد. يا عم على ايه انت حبيبي، وبعدين الورق كتير بس مفيش نفس المذاكره. على رايك. احمد ازيك؟ هاي نانسي. عامل ايه؟ اعرفك عماد حسن العطار زميلنا ولسه منقول جديد من جامعه عين شمس. اهلا، فرصه سعيده. انا اسعد. ما تكلم الكنيسه يبعتوا لك فلوس يا بولس، ما هم عارفين الظروف اللي انت فيها دي. الفلوس دي بتروح لناس محتاجين لها ماتيلدر.
هما اولى بيها، وانا كمان ما قدرتش اخد فلوس ما اشتغلتش بيها. وبعدين يعني هنعمل ايه يا بولس؟ ربنا ينتقم من اللي كان السبب في الشحطاطة اللي احنا فيها دي. انا هشتغل يا ماتيلدا، هشتغل اي حاجة، الشغل مش عيب. خد دول يا بولس اتصرف فيهم. مين له نفسي يلبس ذهب في الظروف اللي زي دي؟ انت عارف يا جورج ان انا خدت المحل اللي جنبك ايجار من ويليام شحاتة، وعشان اوضب وافتح محتاج فلوس. طب قول لي انك عايز فلوس اديلك. على الاقل نبقى شركة. لا اصل انا بيني وبينك ما احبش الشراكه. على كيفك براحتك. هو جرام الدهب بقى بكام دلوقتي؟ 195. مش قليل. صدقني يا مرقص السعر ده مخصوص علشانك. يعلم الله انا ما خصمتش المصنعيه. ايه ده؟ مصحف؟ مصحف ايوه ده انا اخدته تخليص حق. سعيد عليكم. اهلا يا شيخ حسن اتفضل. اي خدمه يا شيخ حسن. دول حتتين ذهب كنت عايز اتصرف فيهم. بس خلص الاستاذ مرقص. لا والله ابدا خلص الشيخ حسن الاول، انا ما ورايش حاجه. ما يصحش يا مرقص. طب وريني عندك ايه؟ ايه ده يا شيخ حسن؟ صليب؟ صليب صليب كنت واخده تخليص حق. هو سعر جرام الذهب كام دلوقتي؟ 155. ما انا خسرت المصنعين. ايه يا ابني في ايه؟ ما تخليك في حالك يا عماد. انت في حاجه بينك وبين نانسي؟ المفروض ان احنا بنحب بعض من سنه اولى. بنحب بعض من سنه اولى؟ بتحبوا بعض ازاي؟ هي مش مسيحيه وانت مسلم؟ ايوه. ايوه ايه ده حرام. قصدي يعني اخره الحب ده ايه؟ مش فاهم. اخرته الجواز ان شاء الله. ادعي لي انت بس يا عمر. يا عم خليك معايا، ادعي لك ايه وجواز ايه؟ ربنا ما يرضاش بكده يا احمد. ايه يا عم انت دخلتني النار فجاه وانا واقف ليه كده؟ شرعنا بيسمح لنا بكده يا عماد. لا يا عم الشرع عمره ما يسمح بكده. هي ازاي قابله نفسها حاجه كده؟ هي اتجننت ولا ايه؟ وانت فكرك يعني ان اهلها هيوافقوا ولا الكنيسه هتوافق؟ ده الاقباط هيقلبوا الدنيا. اللهم اني لك صمت على رزقك وافطرت. صوما مقبولا يا محمود. يا بابا مش كفايه صوم رمضان ونص شعبان؟ كمان اثنين وخميس؟ انت ما تقدرش على كل ده. صوم وتصح يا فاطمه. وبعدين انت فاكراني عجزت ولا ايه؟ ده انا لومه الظروف اللي احنا فيها اتجوزت على امك. مساء الخير يا استاذ مرقص. اهلا اهلا. ازيك يا استاذ ويليام؟ خطوه عزيزه يا شيخ حسن. ايه المفاجاه الحلوه دي؟ اتفضل اتفضل. الله انت لسه ما اتغديتش يا استاذ مرقص؟ طب اتفضلوا اتغدوا معايا. متشكر انا صايم يا مرقص، ما انت عارف الصوم الكبير. طب اتفضل انت يا شيخ حسن. لا انا لسه هفطر مع الاسره، المغرب لسه مدا. ربنا يتقبل يا شيخ حسن. اتفضل. اتفضل. شوف بقى يا مرقص، انا ملاحظ انك من ساعه ما اجرت المحل مني لا وضبت ولا عملت اي حاجه. اصل الظروف صعبه شويه اليومين دول يا استاذ ويليام. وايه اللي مصعبها؟ لو معذور في فلوس محلولة، نجيب لك حد يشاركك في المحل. ما هو جورج الجوهري يكلمني في الموضوع ده وانا قلت له لا يا استاذ ويليام. جورج مين؟ انا جايب لك شريك تاني، جارك الراجل الطيب ده الشيخ حسن. المهم يكون برضاك يا مرقص. ده انا اتمنى يا شيخ حسن، وانا هلاقي شريك احسن منك. وانا شرفني يا مرقص. يلا حطوا ايديكم في ايدين بعض، بركة الرب تحل عليكم.
أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك. إياك نعبد وإياك نستعين. واغفر لنا. يلا جنتك يلا جنتك وسع وسع هدومك والزيت يا ست وسع. يا رزق صباحتك قشطة يا رزق. بقول لك ايه يا بدوي، انت سيبني في حالي لحسن انا خربان من ليله امبارح وعميان وشاف قدامي. يا راجل ده انت اصحاب المخبز مدلعينك اخر دلع، ده انت طول النهار بتبلبط في العجين. الله الله، طب ليه اللبلبه والنقي ده على الصبح؟ فين الدلع ده؟ يا راجل ده كفايه عليك عمك مرقص، ده انت لو عملت ايش باللازم مش هيرفدك. قبط زي بعض. مرقص؟ اعوذ بالله. طب ايه رايك بقى يا بدوي؟ مرقص كل يوم يمشيني والشيخ حسن يرجعني. لا والله؟ صباح الخير. اه سيموروس، سلامات يا سيموروس. اهلا يا جورج. يعني لما انت عايز تشارك واحد في المخبز ما انا كنت قدامك اهو، بدل ما تروح تشارك واحد زي حسن العطار ده. ماله حسن العطار؟ تضمنه منين؟ تسيب المسيحي ابن دينك ابن معموديتك وتروح تشارك واحد مسلم؟ خليك في حالك يا جورج. انا في حالي بس انا قلت لك وخلاص. حرص منه يا مروس. شيخ حسن، يا شيخ حسن، يعني ما لقيتش غير مرقص عشان تشاركه ومسيحي؟ شوف حسيته اللي دفعها كام واديهاله وانا هخش معاك عشان ربنا يبارك لك في القرش اللي هيجي لك. واحنا بنشتغل في الحرام يا حاج مصطفى؟ احنا بنشتغل في العيش واحنا فاتحين مخبز بيره. عموما انت حر، اللهم بلغت اللهم فشى، بس لاجل الامانه حرص منه. انا دماغي هتتفرتك يا بدوي، في حاجه كده مش فاهمها بتحصل قدامي كل يوم. عاجت ايه؟ عم مرقص ده مش عارف اذا كان مسيحي ولا مسلم. انتهى بالياض، اسمه مرقص هيبقى ايه؟ نيجيري؟ كل يوم بيجي يقرا على العجين، اسمعه بيقرا قران. عم مرقص بيقرا قران؟ لا ده انت سطلت رسمي. اه عشان هو مضايقك شويه عايز تطلعه مسلم؟ المصيبه الثانيه الشيخ حسن. ماله راخر طلع يهودي؟ داخل عليه مره لقيته بيرسم الصليب على العجين، اول ما شافني عمل نفسه بيمسح حرقه. لا ده انت حالتك صعبه قوي يا رزق، انت لازم تبطل برشام اللي انت بتبلبعه ده. ده انت قلق مش قادر تفرق بين الهلال والصليب. سعيد يا مروس يا اخويا. اهلا يا جورج. اتفضل اتفضل. ازيك يا عمو؟ احنا اسفين جدا اذا كنا جينا من غير ميعاد سابق، بس احنا بنعتبر نفسنا اهل. ده بيتك يا جورج، ليه التعب ده؟ اتفضل اتفضل. احنا ما باركناش ليك على المخبز، احنا مقصرين في حقك يا مرقص. ما تقولش كده يا جورج. ازيك يا هاني؟ ازيك يا عمو؟ ما شاء الله، عايزين نفرح بهاني بقى يا عم جورج. ده احنا جايين النهارده عشان نفرح بيه يا مرقص. يا عم مرقص، انا يسعدني ويشرفني ان انا اطلب ايد الانسه مريم بنت حضرتك. انت بتقول ايه؟ بنتي انا؟ ما انا عارف انها لسه ما خلصتش جامعه. احنا هنعمل جبنيوت بس، بعد كده هاني هيستناها لغايه ما تخلص دراستها. جبنيوت مين؟ ما تهدى يا مرقص، قلنا جبنيوت بس. الولاد يلبسوا الدبل لبعض والبنت تاخد شبكتها، بعد كده باسبوعين هنعمل نص اكليل، وبعد كده هاني بقى يستناها على مهلها لغايه ما تخلص الجامعه بتاعتها، وبعد كده نعمل اكليل. ولا نص ولا ربع ولا جبنيوت، انا بنتي مش هتتجوز دلوقتي خالص. انت بتعمل كده ليه يا مرقص؟ ابني هاني ايه اللي عيبه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا جورج، اللي في دماغه ده تشيلوه خالص. ايه يا جماعه في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ صوتكم جاي باخر الشارع. اه تعال احضرنا يا شيخ حسن، الاستاذ هاني جاي يتجوز بنتي، بنتي انا. وفيها ايه يا مرقص؟ احنا جبنا لك من باب يا راجل. خ-
خلاص يا مرقص، اذا كنت عايز البنت تكمل تعليمها ما تعمل جبنيوت. ده هيقول لي جبنيوت برضو. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. خلاص يا جورج سيب الموضوع ده عليا انا، مرقص اصله اعصابه تعبانه شويه، مشاكل المخبز ما بتخلص. متشكرين يا سي مرقص، متشكرين قوي. يلا هاني يا ابني يلا بينا. هتاخد ايه معاك؟ ايه خد. هو الراجل قال هيتجوزها، ده هيعمل جبنيوت. جبنيوت ايه بس يا شيخ حسن؟ انا مش فاهم ايه اللي مضايقك من الجبنيوت يا مرقص. انا عمري ما شفت حد زي ده في الدنيا. انا بشكر الله ان موضوع زي ده ما تمش. كل حد ناسب راجل زي ده ازاي؟ انا عارف هو عامل كده ليه يا بابا. العروسه مشغوله، في حد مالي دماغها. لو كان في حد تاني كان ابوها قال، انما ده رفض من الباب للطاق. ما هو ما يقدرش يقول. ما يقدرش يقول ليه؟ علشان اللي مالي دماغها يبقى عماد ابن الشيخ حسن. عماد ابن الشيخ حسن دي مسيحيه وده مسلم. انت تكلمني. وعم مرقص لما حب يشارك شارك مين؟ مش شارك الشيخ حسن وفضله عليك انت يا بابا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا هاني، ما تولعش الدنيا. ماشي، بس الايام هتثبت لك ان انا صح. يلا يا جرجس يلا. انا جاهز اهو يا بابا. عاوز اجي معاكم القداس. خليك انت يا ماتيلدا، هنصلي لك انا وجرجس. مش قادر اسمع الاذان وانا قاعد هنا يا زينب. وصلي هنا في البيت وربنا يتقبل صلاتك يا محمود. بس صلاه الجامع وحشتني، وبالذات صلاه الفجر. اوعى حد يشوفك يا بولس، ربنا يحافظ عليك. اوعى حد يشوفك وانت داخل الجامع. ربنا هو المعين يا زينب. صباح الخير يا مرقص. ازيك يا شيخ حسن؟ على فين العزمي بدري كده؟ رايح اصلي. واحنا كمان رايحين نصلي. طب اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل. اتفضل. هو انت هتصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه، في انهي جامع؟ معرفش، اصل انا لسه جديد في المنطقه الحقيقه. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في اخر الشارع ده. صحيح، ده اللي قدام الكنيسه. ايوه. يبقى طريقنا واحد. تفضل يا شيخ حسن. تفضل يا هرس. تفضل. لا والله تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا حسن. تفضل، ما احنا هنشوف بعض. يلا. يلا فين؟ يلا. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. تفضل. تفضل يا مرقص. تفضل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك.
شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب الحال في كل مكان، يا مالي كل مكان، ولا يحويك مكان. قلوبنا المنكسرة والمتواضعة لا ترزلها يا رب، ارحمنا واغفر لنا خطايانا.